المشاهدين شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من قلب العاصمه الاقتصاديه للمملكه المغربيه مدينه الدار البيضاء. كما كتشبعوا تدخل امني كبير لانه الفوضى ديال بصح، رجال الامن دايرين كل ما في جهدهم يعني باش يحافظوا على امان المنطقه وعلى الامور تدوز بدون ما يتصاب اي واحد. وكيف ما كتشبعوا معنا هذا اللحظات، شوف 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 شوف، لا حول ولا قوة الا بالله العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله. شوف 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 من فين دخلوا، شوف فين دخلوا في هذه اللحظات. كارثة كارثة بكل صراحة. شوف 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 شوف، لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. شوف 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 لا حول ولا قوة الا بالله العظيم، لا حول ولا. شوف 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 هو حل، هو بغى ينقز وحل. الان غيكون تدخل قوي، غيكون تدخل قوي لانه الروينة واقعة ديال بصح. كيف ما كتبعوا مشاهدي شوف تيفي، استنفار امني كبير في هاد اللحظات، رجال الامن في كل مكان ونيض الروينه ديال بصح، لان الروينه نيضه ديال بصح. هاد اللحظات رجال الامن، عشرات من رجال الامن في كل مكان. شوف 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 الرعب، الرعب ديال بصح، الرعب ديال بصح. اذا رجال الامن دايرين اكثر من جهدهم. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، الروينه واقعه ديال بصح. اذا كيف ما كتابعوا معنا في هاد اللحظات، كاين اصابات، كاين العديد من الناس اللي تصابوا. يعني كتشوف انه جماهير جات باش تتفرج، فهي في نفس الوقت كتواجه رجال الامن. اذا كيف ما كتبعهم شادي شفتي بالاستنفار امني. اللحظات الاستنفار الامني والانزال الامني لا زال متواصل هنا بجنبات مركب الرياضي العربي الزاولي في المقابله اللي غتجمع بين فريق الرجاء الرياضي البيضاوي وفريق الحرس الوطني النيجر. كارثه كارثه، يعني هذا الملعب، هذا الملعب غير صالح بتاتا لكره القدم بكل صراحه. يعني هذا الشيء اللي كيعيشوا رجال الامن وهذه التدخلات اللي كانت تقدر توقع، مجموعه من الكوارث، كان يقدر يموتوا وارواح كتشوف قاصرين، وكيجي في الاخر غيقول لك تعداو عليا، وهو كيصنع حجر وكيشير على رجال الامن وكيتعدى عليهم من شباب قاصرين. شوف 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 ما خلاوش الحجر، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. كارثه في العدد ديال الجماهير كان كبير وكان الانزال الامني كبير، ومع ذلك يعني كانت كوارث، كانت كوارث، كانت مطاردات. يعني كما كتبعوا حاليا هاد الجماهير اللي كانوا دايرين الروينه في هاد المكان، انطلاق الخط، اطلاق الخط ديال الترامواي بعد تامين المنطقه. كيف ما كتبعوا مشاهدي شوف تيفي في هاد اللحظات، قلب لا يسمحون له العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية. كما كتشوفوا عدد كبير من سيارات الأمن، عدد كبير من العناصر الأمنية اللي في كل مكان. كيف ما كتشاهدوا مشاهدي شوف تيفي في هاد اللحظات، من دائما من منطقة الحي المحمدي. شوف 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 شحال ديال الحجر
شوف شحال ديال الحجر كان هنا. هاد الحجر كاع كله كانوا كيواجهوا به رجال الامن، رجال الامن اللي كل واحد عنده العائله ديالو، كل واحد عنده وليداته، يعني كيواجهوهم بالحجاره وكيشيروا عليها. شوف 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 شحال ديال الحجر، يعني كانك ماشي في حي محمدي وكانك في ساحه معركه او ساحه حرب. تبعوا مشاهدين، شوف 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 هذا الحجر، هذا كانوا كيواجهوا به رجال الامن. كيف ما قلت قبل ان رجال الامن جايين كل واحد يعني خدام، كاين اللي عنده العائله ديالو، كاين اللي عنده الاسره ديالو. الناس باش كيواجهوهم كيواجهوهم بالحجر. شوف استنفار امني كبير. شوف 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 فين كانوا هربانين، شوف شوف فين 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 طلعوا باش باش يهزوا الحجر ويهجموا على البوليس. يعني في هذا المكان هذا بالضبط هنا فين الجماهير طلعت. شوف 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 يعني الاغلبيه قاصرين الاغلبيه فهم قاصرين. في الاخير تجي الام ديالو وتقول لك ولدي مشى ما دار والو. المركب الرياضي مجهودات جباره قامت بها العناصر هذه لمواجهه العدد ديال شنو وقع وصلت؟ اكيد دابا الاشكال اللي واقع هو يعني كاين واحد الشكل ديال الشغب من طرف بعض يعني المحسوبين الجمعيه الرجويه. الاشكال اللي كاين دابا صاحبي دابا يلاه تطلق لهم دابا الملعب. كان دار واحد النداء مؤخرا ودابا حاليا صاحبي دابا مع هذا الشغب هذا ربما ما تقدر تخدم في حق الفرقه صاحبي. دابا هما غيحرموا الفرقه ما تبقاش تلعب هنا بحال كيقولوا ما تبقاش تلعب هنا. طرام محبوس ماشي داهش على رجال الامن. خلينا من رجال الامن دابا غادي يوصل تنقاز المغرب اكسجين صاحبي، الستاسيونات، الترويع الساكنه الى غير ذلك صاحبي. والطرام ركبه فيه امك وامي انا واختك واختك صاحبي ديزا مضروب بحجر. لا صاحبي هادشي مقبول. دابا هو دابا ماشي حتى الجمهور دابا حتى يعني حنا الفرقه دابا الفرقه كتضارب على التيران باش تاخذوا الدار تلعب فيه. يعني الجماهير كطالب انا باش تدخل الفرقه النظاميه وانت ما عندكش ورقه للجيل التيران اصلا صاحبي. انا بغيت نفهم الاغلبيه قاصرين. المشكل الاغلبيه قاصرين. مشكله دابا القاصرين كيخرجوا على الرشداء لان الاغلبيه الاعتقالات اللي كاينين دابا فهما راه كيطلقوهم ما كيجدوهمش كينبوهم يحيدوهم يحيدوهم من الخطر حتى هو كيتعرض لضرب الحجر. ودابا شوف فين هما في جيد الدار مالو كيشيروا على تيران الجولي بحجر. مي الغرض عندك ما عندكش ورقه باش تريح دارك وما صاحبيش في التلفازه والله علاش تدخل في صراع مع الجيل دابا تسبب فرقه انها ما تبقاش تلعب هنا. ودابا السلطات ما تقول لك السيمانه الجايه ما نلعبش اخويا. شوف شنو وقع في الماتش ديال 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 سهل. ما يمكنش واش انت فاهم متفقش معايا انا كنهضر منطقيا. متفق معاك. جيو تماك اصاحبي مجموعه واحد 600 واحد ديال البشر بلا ورقه بلا والو اصاحبي راه كارثه يا صاحبي. وباغي تدخل الصحه عمليه غير 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 محسوبه اللي غياكل فيها العصا هو الجمهور ديال الرجاء والفريق ديال الرجاء والمواطنين الابنيين كيحرموا ناس اخرين كاع بكره كتجي فيه حجره ولا تجي فيه ضربه. لا دابا والله العظيم لان ملي كنقولوا رجال الامن راه خدمتهم هذه كيسهروا على تنظيم السير والجولان وحمايه المواطنين وقالوا اسي تكسوا عليه وضمنوا الناس يعني الممتلكات ديالهم وضمنوا لهم يعني حياتهم. وهذا ثانيا هما راه خدامين ولكن انت جاي بلا ورقه للتيران اش جاي دير اصاحبي؟ هذا هو السؤال اللي مطروح اصاحبي. جاي يعني جيبها دير فوضى باغي تحرم فرقتي ما بقاش تلعب في التيران. اذا انت ضد الفريق ديالك ما عرفتش شنو هي. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم.